السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيارت لنعرفكم على المستشفى مكافحة السرطان في ولاية تيارت، واللي الأشغال تم يعني تقريبا انتهت، وما بقى لنا إلا الدخول في مرحلة التجهيز عند هذا المستشفى اللي كما نعرف هو جزء من برنامج متكامل لإنشاء عدة مستشفيات لمكافحة السرطان في الولايات 58 للوطن، واللي البعض منها تم الانجاز تاعه وراه قيد التشغيل، والبعض الاخر راه قيد الاشغال، وكذلك البعض الاخر الثالث راه قيد الدراسه خاصه في الولايات الفاتيه هذه. اذا برنامج طموح نتمنى ان يكتمل في السنوات القليله القادمه. أترككم تتابعون عن التقرير حول مركز مكافحة السرطان أو مستشفى مكافحة السرطان في ولاية تيارت، والسلام عليكم. نسبة فاقت 90% تكون الأشغال قد شارفت على الانتهاء بمستشفى السرطان لولاية تيارت. هذا المشروع الهام الذي يتربع على مساحة 7 هكتارات وبقدرة استيعاب تفوق 120 سريرا يتوفر على عدة أجنحة وفضاءات بمواصفات عالية للتكفل الأمثل بالمرضى. بقينا واحد ليرو توش في فريد أنا مع الفياردي مع الأميناج مبرر رقم شتوكية واللي طرابوا الانتريو تالي بلوك برسك راهم فيني قاع أنا دارين قاع المجهودات يعني على فتاة لاني هذه تنمدوا المشروع تاعنا. هو حاليا في وضع الروتوشات الاخيره والمتمثله في تكمله اشغال التكييف المركزي مع اشغال التهيئه الخارجيه، وسيتوقع ان شاء الله تسليم المشروع مع نهايه هذه السنه ان شاء الله. تم تكفل ايضا بالناحيه النفسيه للمريض، وهذا بتخصيص مساحات خضراء للحاله النفسيه للمريض والمرافق للمريض، وتم تزويد هذا المشروع بمختلف الشبكات الضروريه من مياه صالحه للشرب، الغاز، الكهرباء، شبكه الانترنت. المشروع حاليا مربوط بمختلف الشبكات. مستشفى السرطان بتيارت اضافه لقطاع الصحه وهيكل ذات بعد جهوي سيضمن تقديم خدماته لمرضى عدد من الولايات.